بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. باسمي وباسم مدير قناة النبأ السيد وليد اللافي وفريق القناة أرحب بكل الضيوف الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. للمرة الثانية تنظم قناة النبأ احتفالية ذكرى انتصار قوات عملية البنيان المرصوص في حربها التاريخية بمدينة سرت، ولتؤكد على أنها رافد من روافد السلام في هذه البلاد بعد أن سحقت تنظيما ظلاميا جاء من كل حدب وصوب. تحتفل معكم قناة النبأ للعام الثاني على التوالي بانتصار قوات البنيان المرصوص التي سطرت كل القنوات الإعلامية المحلية والدولية ملامحها، وعلى رأسها قناة النبأ التي واكبت المعارك لحظة بلحظة، فأرسلت إعلاميها إلى خط النار لتنقل ما يحدث صوتا وصورة، إيمانا منها بقوة الكلمة والصوت والصورة وأهميتها في نقل الحقيقة إلى كل العالم. ولهذا جعلت عنوان الاحتفالية الكلمة في مواجهة الإرهاب في ذكرى التراصي ضد الإرهاب. النبأ أكدت وستظل تؤكد بإذن الله على أهمية هذا الحدث المفصلي في تاريخ محاربة الإرهاب، وستخلد هذه الذكرى وتحتفي بها وهي ثابتة على عهد فبراير، وهي تحيي أبناؤها الأوفياء وتحيي أبطال البنيان المرصوص الأحياء والشهداء في هذه الذكرى الغالية، ذكرى تحرير سرت التي ترويها الآن نصر وعيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.